إذن نقرأ في العالم من حولنا. معنا أحمد عزام محلل أول أسواق المال في مجموعة إيكويتي. أحمد أهلا وسهلا بك معنا. ودعنا نبدأ بالأبرز. يعني غدا سيصدر محضر احتياط الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير. الأسواق تحاول أن تستشف وتقرأ ما بين السطور في التوجهات المقبلة للاحتياطي على ضوء بيانات اقتصادية صدرت في الولايات المتحدة الأمريكية. كيف تتوقعون أن يكون مسار المرحلة المقبلة فيما يتعلق بتشديد أو التيسير أو التقليل من عملية رفع معدلات الفائدة؟ نعم، صباح الخير الطيب. بكل تأكيد غدا يوم محضر الفيدرالي الأمريكي. محضر الفيدرالي الأمريكي مهم جدا، لكن قد لا يحمل التحركات السعرية القوية، نظرا لأنه بالاجتماع الأخير للفيدرالي الأمريكي كان قد أفصح جيروم باويل عن التوقعات الاقتصادية، عن مخاطر التضخم، حتى عن عمليات رفع أسعار الفائدة التي هي مسعرة في الأسواق بمقدار 25 نقطة أساس. قد يستنسخ الفيدرالي الأمريكي ما فعله اليوم بنك أستراليا ومحضر بنك أستراليا بأنه لم يناقش عمليات التوقف عن رفع أسعار الفائدة، هي المهمة وهي التي قد تم سؤال جيروم باويل عنها في الاجتماع الأخير أو في المؤتمر الأخير من قبل أحد الصحفيين. وقد أشار جيروم باويل بأن المحضر سوف يفصح هل ناقش الفيدرالي الأمريكي التوقف عن رفع أسعار الفائدة أم لا. على ما أعتقد أنه لم يناقش ذلك نظرا من نبرة أعضاء الفيدرالي الأمريكي في الأسبوع الماضي. ميستر أو لوريتا ميستر عضوة الفيدرالي الأمريكي كانت قد أشارت بأن 50 نقطة أساس واردة. جيمس بولارد كان قد أكد بأن الاقتصاد متعافي، الاقتصاد جيد، وإمكانية رفع 50 نقطة أساس في اجتماع مارتش واردة. فيبدو أن نبرة أعضاء الفيدرالي الأمريكي صقورية في الفترة الحاضرة، حتى أن عوائد السندات قد اتجهت وارتفعت بشكل كبير جدا. السندات لعام كانت قد وصلت لأعلى من 5%، قد تكون سعرة رفع أسعار الفوائد بشكل أكبر في الفترة القادمة. نعم أحمد، عم نتابع أيضا بيانات من الاقتصاد الياباني هذه المرة، ومؤشر مديري المشتريات الصناعي اللي انكمش بأكثر من التوقعات بأسرع وتيرة تقريبا منذ أغسطس 2020. برأيك هذه البيانات إلى أي مدى بتعطي انعكاس لواقع الاقتصاد الياباني، وخاصة أنه عم نرتقب أيضا كلمة لرئيس البنك المركزي الياباني الجديد يوم الجمعة، كيف ستكون السياسة النقدية المقبلة وأيضا واقع الاقتصاد الياباني؟ نعم سالي، اليابان مقبل على تغيير حاكم بنك اليابان بكل تأكيد. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي قد سجل انكماش للشهر الرابع التوالي. اليابان ليس بمعزل عن الدول الاقتصادية، مؤشر مديري المشتريات التصنيعي بشكل عام يسجل انخفاضات. على ما أعتقد مكونات التضخم في الاقتصادات العالمية كانت قد أباحت بالسر بأن التصنيع أو حتى أسعار السلع كانت قد انخفضت، بينما مكونات الخدمات كانت قد سجلت ارتفاعات. فبالتالي ليس من الغريب أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي يسجل انكماش، ليس في اليابان فقط بل بالاقتصادات الأخرى. بالنظر إلى الأرقام الاقتصادية الأخرى من اليابان، 4% بالنسبة لأرقام التضخم، وحتى متوقع أن يسجل ارتفاعات في الفترة القادمة. التضخم يعتبر مرتفع. أي نعم، بنك اليابان كان يبحث سابقا عن ارتفاعات للتضخم نظرا لأنها دولة معمرة في السن، التضخم منخفض. سياسة حتى الإنفاق بالنسبة للشعب مختلفة تماما، إدارة رأسمالية بالنسبة للشعب الياباني. لكن بطريقة أو بأخرى كانوا يبحثون عن رفع التضخم، لكن ليس إلى 4% وأعلى من 4%. فعلى ما أعتقد أن التعديل وليس التغيير الجذري بالنسبة للسياسة النقدية، التعديل وارد بالنسبة لليابان في الفترة القادمة مع الحاكم الجديد أويدا. نعم أحمد، أود أن أسأل الآن على البيانات التي صدرت من الاقتصاد منطقة اليورو بانكماش مؤشر مديري المشتريات الصناعي بفرنسا وفي ألمانيا، لكن الإيجابية والنمو في القطاع الخدمي، كيف تقرأ هذه البيانات أيضا؟ نعم، على ما أعتقد أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لو نظرنا إلى المكونات التضخم كانت قد أشار بأن مكونات السلع كانت قد انخفضت في الفترة الماضية، أسعار السلع كانت انخفضت، بينما أسعار الخدمات كانت قد سجلت ارتفاعات. فبالتالي مؤشر مديري المشتريات عندما يسجل انكماشات، وكما رأينا في غالبية اقتصادات العالم، واقتصادات العالم ليس بمعزل عن بعض نظرا لارتباطها ارتباط وثيق، فبكل تأكيد المؤشرات ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي في
في انكماش وفي الاقتصادات العالمية ما هو إلا إشارة إلى حالة الاقتصاد، انخفاض في الطلب أو قلة في الطلب، قلة في التصنيع، فبكل تأكيد وارد جدا استمرارية الانكماش في الفترة القادمة، لكن استمراريته لفترة أشهر متتالية قد ينعكس بشكل جذري على حالة الركود أو حالة النمو أولا، ثم استمرارية المخاوف بالركود للاقتصادات العالمية. أحمد، دعنا ننتقل إلى نيوزيلندا، يعني فيما يتعلق برفع معدلات الفائدة في نيوزيلندا، إلى أي مدى هي مرشحة أيضا للزيادة في ضوء البيانات هناك وملاحقة التضخم الذي وصل إلى مستوياته الأعلى؟ نعم، طيب، بكل تأكيد نيوزيلندا تتجه لرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، هي المرة العاشرة على التوالي ارتفاعات لأسعار الفائدة بشكل كبير. لا أعلم أن نيوزيلندا أو الفدرال الأمريكي سوف يرفع أسعار الفائدة أولا بأعلى من 5%. بكل تأكيد اتجاه لأرقام أو ارتفاعات الفائدة بالنسبة لنيوزيلندا واردة جدا. أعضاء الفدرال الأمريكي في البيان الأخير كانوا قد أشاروا إلى استمراريات الرفع. البيانات الاقتصادية حتى بالنسبة لأرقام التضخم 7.3%، ثم انخفاضها بشكل البسيط جدا نحو 7.2%، أرقام مرتفعة جدا بالنسبة للتضخم، بالتالي ارتفاعات لأسعار الفائدة واردة جدا. حتى لو نظرنا إلى مرحلة النمو الناتج الإجمالي المحلي بالنسبة لنيوزيلندا، فعلى ما أعتقد يعطي المجال بالنسبة لبنك نيوزيلندا باستمرار لدفع رفع أسعار الفائدة، ليس فقط في الاجتماع القادم بل حتى في اجتماعات أخرى، لما لا أن يصل إلى أعلى من 5%. لكن بالنسبة لتحركات الدولار النيوزيلندي واردة جدا أن نرى بعض الضغط السلبي على تداولات الدولار النيوزيلندي نحو مستويات 59 سنت في الفترة القادمة. شكرا جزيلا لك أحمد عزام، وأنت محلل أول أسواق المال في مجموعة إيكويتي. شكرا لك.